شوفوا وياي الاستوديو، استوديو في البرشة في منطقة البرشة جنوب في أرجان. طبعا الأجهزة من شركة تكا، أجهزة ألمانية. شوف اختيار الفينيشنج، تناسق الألوان من المطور نفسه، ألوان جميلة، شيء حلو، شيء راقي، يعني استوديو راقي بمعنى الكلمة. شوف وياي الحمام وانت بكرامة كيف اختيار الفينيشنج وكيف تناسق الألوان، شيء طيب وشيء يعني مودرن أقدر أقول لك، وشيء راقي. طبعا بتقول لي شو أسعار الاستوديوهات؟ إلا استوديوهات الله يطول لي بعمركم من 320 ل 340 ألف درهم فقط.